بقاش عندنا فرق ما بين الأئمة ديال العالم القروي والأئمة ديال العالم الحضري فيما يتعلق بالوضعية ديالهم الإدارية. وربما الأئمة ديال العالم القروي يعني عندنا واحد النسبة تقريبا أكثر من 70% اللي ساكنين في الجامع، وكي طبعا والآن مع التوزيع ديال يعني الكهرباء كيتمتعوا بالسكن وبالكهرباء. أما بالنسبة لجميع الأئمة ومن دي منهم اسمه الأئمة اسمه العالم القروي يعني ركت الاعتماد السنوي اللي كترز لهم على 1.93 مليار يعني درهم في السنة، مكافآت 1.601 مليار، والتغطية الصحية 229، والتكوين 104 ملايين. على مستوى المادي كان المجهود المالي الذي بذلته الوزارة من رفع قيمة المكافآت الشهرية تدريجيا ليصل مبلغ الزيادة الإجمالية التي أمر بها أمير المؤمنين حفظه الله للأئمة بحلول سنة 2022 إلى زيادة على ما كان 1200 درهم، بحيث أصبحت المكافأة الشهرية الدنيا تتراوح ما بين 2300 و 2600 درهم بالنسبة لمن يزاول الإمامة وحدها. في العالم القروي كل إمام في الغالب كيزاول الإمامة والأذان والخطبة، بمعنى كتزادو اسمو ديالها. و 2500 و 3700 درهم بالنسبة ل 78% الذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى. على المستوى الصحي كنعرفوا بانهم كيتبعوا بواحد النظام صحي ما كاينش حتى عند الموظفين الاخرين. على المستوى الاجتماعي بالنسبه للجانب الاجتماعي ومنذ سنه 2011 يستفيد جميع القيمين الدينيين من خدمات مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه القيمين الدينيين في صرف اعانات ماديه عن العجز والوفاه ومساعدات ماليه بمناسبات عيد الاضحى الى الزواج الى غير ذلك. شكرا.